ما من عدل ما من عدل إلا وهو يقبل الجرح، وما من مجروح إلا هو يقبل شنو؟ التعديل. قال إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم كلهم عدول. دافع عن نفسه بعد في المحاضرة في الإصابة، هاي أنا دار أجيب لك الكلام، في محاضرة الإصابة سواء كانت قبل هذا المقطع أو بعده، هي المحاضرة قبل المقطع، قام قال فيها شنو في المحاضرة عشان تشوف الرمية إنه زول لا الله رماه، كون تكون قبلي ولا بعده ما مشكلة، لأنه كلامه ما غيره، لو غيره كان ممكن تقول شنو قبلي أو بعده بتأثر فيه. فهو قبل المقطع ده أو بعده المقطع الثاني اللي قال فيه الحلبي شنو عالم من أهل السنة وعندي من الثقات، قال في محاضرة الإصابة، قال طبعا الشباب ديل بيناقشوا الشعبيين، والشعبيون بيقولوا الكلمة دي صحابة اقتتلوا في شنو بالسلطة، والكلمة ما فيها شيء، اتلفت بإجاه قال والكلمة ما فيها شيء، الصحابة اقتتلوا في السلطة والكلمة ما فيها شنو شيء. بعد سنوات قليلة الصحابة كتبوا بعض فوق الكرسي، بعد سنوات قليلة الصحابة كتبوا بعض فوق الكرسي، على كرسي السلطة، ما عارفين يا اخوان؟ لأن طبعا الشباب دايرين يتعلموا يناقشوا مين؟ الشعبيين، والشعبيين يقولوا اختلفوا في السلطة وخافوا من الكلمة دي، الكلمة ما فيها شيء. جاء في مقطع، تلقى المقطع ده برضه قبلي ولا بعده ما بتعين لأنه ما تراجع منه. قال وفي كادوك أكثر من السلطة. وبعدين في كادوك أكثر من السلطة والثروة، في والشعبين يقولوا اختلفوا في السلطة وخافوا من الكلمة دي، الكلمة ما فيها شيء. وبعدين في كادوك أكثر من السلطة والثروة، في كادوك دي كلمة بتاعت مدح ولا ذم؟ ذم صح ولا ما صح؟ والصحابة ما يقبلوا شنو؟ جميعا ما يقبلوا شنو؟ الجرح. وما من مجروح إلا هو يقبل شنو؟ التعديل. قال إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم كلهم عدول، لأنه دين بيناقشوا الشعبيين، والشعبيون في النقطة دي الكلمة دي بيقولوا الكلمة دي والكلمة دي ما فيها شنو ما فيها شيء، والشعبيين بيقولوا اختلفوا في السلطة وخافوا من الكلمة دي، الكلمة ما فيها شيء. وبعدين في كادوك أكثر من السلطة والثروة، في كده انت شوف الكلام ده ما بلخبط راسك؟ دي مش لخبطة يا جماعة، والله الذي لا إله غيره، تراب يا أخ منبز الصحابة عديم، تبي تقول الشعبيين زاي، تراب يقول اتكاتلوا في الكرسي. بعد سنوات قليلة الصحابة كتبوا بعض فوق الكرسي، بعد سنوات قليلة الصحابة كتبوا بعض فوق الكرسي، على كرسي السلطة، ما عارفين يا اخوان؟ أم المؤمنين زوجة ذات أجاد قال والكرسي وما الكرسي، ذاك نبذهم طبعا لما مات ذاك شغلته عليم ربه بعدين، والله الذي لا إله غيره، توافق الشعبيين في النقطة دي، وانت عارف الشعبيين قالوا شنو؟ طيب هاي انت فهمت التناقض وين؟ التناقض جرح وجعدل، أيوة في تعديله ده ذكر شيء كلام يتناقض فيه، من قال الصحابة عدول لا يقبلون الجرح إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم كلهم عدول، وبيغادي قال الكلمة دي ما فيها شيء، والشعبين يقولوا اختلفوا في السلطة وخافوا من الكلمة دي، الكلمة ما فيها شيء، وبيجاي قال وفي كادوك أكثر من شنو؟ من السلطة. وبعدين في كادوك أكثر من السلطة والثروة، في ده تناقض رقم واحد في المقاطع الأولى.